ما هو شعور المسلم وهو يستقبل العيد؟ نعشت نمطر جو إيماني مفعم. العبادة دي تجمع عند إمكانية صغير وحصير بل خلاص يسن نحركن ولا ونسن ونسلان بالليل نرمطال فوق أميون عزيز غورك يتزورك يدمرك سجاس يسدي زورك يقيم غورك والسان يسعطك الخير يسعطك الكوال العالية شوي انك بروحك انت غادي روحك وين العالية من جانب فرحتاس من جانب حزنت لأنه ذو الخير مرة شرمطان النوميث شرمطان شرم الخير نهضر هكا ونكونو نعلي مالا مالا في دندر كسكوا سيدي في الدوني خاطئ ما بذي قبل في الله خاطئ ولهذا كثما يلعب اسم ذي روح انطاني حزن فيا رمضان ترفق قلوب المحبين تشقق أعينهم من صدى الفراق تدفق فعسى لوعة الفراق تبني ما تخرق فعسى أسير الخطايا يعتق فعسى رحمة المولى العاصي لها يوفق ثم نطلع ذي المؤمن فرح إيواش لأنه نبي الناد للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه تيض فرحة مزور الفرحة إن شاء الله الله خارت اسم رضي نسيدي ربه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فان فغدنين الفرح بالعيد من شعائره ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علم خلا العباد نتفندوا له ونسنق العيد تمثين القرابة نسني قموثين لن يريد تمثين الودي ننسن لن يريد تمثين تيموي ننسن العبد ما يمكتثن دا سنديد عصر الخير هذا ما كان وإلا ذي علم باللي غد يسوى سهني ملاقا الحمد لله نتمس القضاء والقدر ولقار العيدة في نرض القرح ولقار في نرض الطاول لن العباد حتى ثبورة وخمسة صبحون تل دينارة مثلا لن العباد تبكر خمطلين في عودة تبكر الجوامع فالقرط مطلين سعان تم كون انسانت سعان وقت قشرة زورت فالعب دايما العيدية غادي فرحيس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلي فرحه هو خير مما يجمعون ولا قرن فرح كنيكال إيم غبال يذون سعارة أسن قرفوس أهن عونين من زمر أن سحم طول في غوجيلان أني لي غكي تجال أني لي ذيادك ضعفان أسن طفافوس وإن لم كن مكذا ذروم ذي المجتمعين سلم ذاغا مسألة التزاور إلى قوى ضياء وطواء ودي مكتوى ونسعى الخلاف الواحد قماس الدنيا تيتفاد شحال ديولا يسمع صبرهم في اللي شوي الله ضر كان على المطول في الاول لكن معليش ان شاء الله قل خير فاول الى قاتن دنينيا الى قاتن دنينيا الى قاتن دنينيا شحال ديولا يسمع نسعى الخلاف الواحد قماس شحال من ديك الشروعات اسمي تصوت كيون زك سنت دوري الطيس يموت اتصوت تشافي دندما هذا يروح كيان وتطلق هذه تسليم فوين دوري سيقارة هما وغالد كيان كنت غلط ما يوزن دقيقة أي سعيغي كلاويث فيك ما تسني كان يرى النغوث صروحانا الرحمن يرى النغوث صروحانا فهذا العالي أنا رجع لحسابات نغايث ما الدنيا تتفاد أو يغبري ذو ودك في كربي وينو في الله من تواضع لله رفعه أبو بكر رضي الله عنه سولنك شرفينس طعنك عائشة وما أدراه ويقهضرن في الله طبعا لانه يكبانن بالمنافقين يبانوا بريد نسل يبان شغل نسل كان ذا المؤمنين ونغرن نغرن ولا ذا هنا هضرن في الله السيهوة تامنتك الشرفينس وإلا يوم ذي السن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه يغلط رغم أنه ذا الفقير يقول لا ذا أبو بكر يستكني ذا ريمان تيتي تعيشن وكني غرد الشيطان كل حين سيال العباد يقلي هضر في اللي سن أبو بكر التهامي تسل حاجة إلا المقرض ويهضر فوق ذلك زوجة النبي عليه الصلاة والسلام انزل سذر بآيات من فوق سبع سماوات يبرأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبين ناس بلي ثمطوا ثيئة تزدقان تكثر ومن يدي صغنين كنية سحداغا يسعى المسن يون الله مر أبو بكر اللي يقول إن يسنفق في الله سيهضر في العير غينه والله ما فيها صدوره بسر الوزكة ربي عز وجل إن يسخطي ما أبو بكر أغلد معليش عفو يس وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وذبغوا مر ربكم يعفو تعلم كسل أبو بكر الآية شي خذن يتسجل كيف تسلو يقرص بلا يا رب بلا يا رب غير يتعفو تصيدي ربي إيه مش كغي يعفو ربي إلا قل نعفو الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنت شحني إلا قولوا النار ظريم قل عيد يخشش بحمان النار العالي العالي ذي يسل حاجة تشمحان سنير تزديان ويش من الشعائر من إظهار الفرح بسحو لا قرية ثماء شوف لان شبح الرقم ازدخل نركة ولا قرنت مغفر سفل سفل
ولو نغمي بعذل أتني جتنا جتنا تمليلنت إلى قد مليلن ولو نغ وذمليلن صروحين النغ نطلب سيدي ربي غي وفق هذه قبل رمضان النغ هذه جعل العيدة هي العيدة مربوح كي نكون يذلو ما في السنت مرة سمح لي أني شوية قد وقف إن شاء الله يندلو النايف غادي يقول هذه الحق الأول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.